يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني مواقف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقل اعملوا. موقف النهاردة موقف حي عجيب جدا، وأنا عن نفسي بيأثر فيه جدا. الموقف أني كان في واحد من الأنصار وكان ليه بستان، وجنب بستانه كان فيه بستان لطفل يتيم، فالطفل اليتيم حب أنه يعمل سور ما بين بستانه وبين بستان الأنصاري، فجاي ابن السور فلقى فيه نخلة، النخلة دي ملك للرجل الأنصاري بتعترض طريق السور، فكان عايز يعمل حاجة من الاثنين، إما أنه يبني الجدار حوالين النخلة ويضمها عنده، أو يبني الجدار من ناحيته ويخلي النخلة في أرض الأنصاري. فراح استأذن الأنصاري قال له أعطيني النخلة، الدهان يعني ممكن تدهاني، يعني بيستأذنه أنه يدهاله وابن السور حواليها. فقال لا، فقال بعني النخلة، ما كنتش عايز تدهاني كده هدية، بعها لي. فقال لا، فقال له إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمت أنت مش عايز تكرمني وأنت تعلم أن أنا يتيم، فخلاص أنا هشتكيك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر رسول الله، لكن زي ما تقول هو اتضايق جدا لما الغلام الصغير ده اليتيم راح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعني الموضوع كبر معه شوية. راح الغلام اليتيم يشتكي هذا الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جه النبي مع اليتيم، هو النبي كان عنده وقت، ده النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن كل قضايا الأمة، ومسؤول عن 9 زوجات، ومسؤول عن حاجات كتيرة جدا جدا، ورغم ذلك عمر النبي ما كان يكسف حد، ولا عمره كان يتأخر، ولا يعني سبحان الله كان دايما يجبر بخاطر أي إنسان يجيله. خد اليتيم وراح لهذا الرجل الأنصاري فقال له أعطيه النخلة، فقال له لا يا رسول الله. هو مش قصده برضه زي ما قلت لكم هو يعصي أمر النبي، لكن هو زي ما تقول الموضوع كبر في دماغه أن أنت تروح تشتكيني للنبي عشان النخلة. فقال أعطيه النخلة، قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة، مش عايز تديله بعها له. قال لا يا رسول الله. فالنبي عرض عليه عرض، العرض ده ما يتكررش كتير، يعني قال له أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال له لا يا رسول الله أنا مش عايز، خد بالك. فكان واقف جنب النبي عليه السلام رجل قلبه مليان إيمان، ومش معنى كده الأنصاري قلبه مش مليان إيمان، لا ده هو زي ما قلت لك الموضوع عنده كبر لأن الغلام راح اشتكى للنبي عليه السلام. فالرجل اللي كان بقى بيلتقط الفرص زي ما بيقولوا كده، يعني قناص، فأول ما سمع الكلام ده قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. مين الرجل ده؟ أبو الدحداح. أبو الدحداح أول ما سمع المقولة قال للنبي كده، فرح في ساعتها للرجل الأنصاري قال أيها الرجل هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ فالتاني زي ما تقول إيه مخه كده راح وجاب كده، فهم إزاي يعني، فقال له ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ خد بالك في حد في الدنيا ما عرفش بستان أبي الدحداح، وكان أحلى بستان في المدينة، كان فيه 600 نخلة بتنتج تمر من أجمل وأجود أنواع التمر، بها 600 نخلة وبئر وبيت وحواليها سور، فكان أفضل بستان من بساتين الأنصار هو بستان أبي الدحداح. قال ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال له هو لك بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت وسور على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. فرجع أبو الدحداح مرة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله، هو واثق في كلام النبي بس زي ما تقول عايز يسمع البشرة مرة تانية، قال له يا رسول الله ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وهو يقول كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ده المشهد الأولاني. المشهد الثاني أبو الدحداح واخد الأنصاري عشان يسلموا البستان اللي هو ادهوله، خلاص ما واخد ده مقابل النخلة. ف
فراح عشان يسلموا البستان سمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان، فراح منادي عليها من بره البستان: يا أم الدحداح. قالت: أجل يا أبي الدحداح. قالت: أجل يا أبي الدحداح، ماذا تريد؟ قال: خرجي أنت وبنوك من البستان، فلقد بعناه لله جل وعلا. قالت: ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. ما قالت ليش بقى يا فرحتي بك يا حبيبي، يعني راح تبيع البستان كله بنخلة، فهم ازاي؟ أبدا، شوف الإيمان. قالت له: ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة هي وولادها من البستان، طفل صغير من أولاد أبي الدحداح، خد تمراية من الأرض وحطها في بقه وبدأ يأكلها، فراحت حط أيديها في بق طفلها وراحت مطلعة التمرة ورميها في الأرض وقالت له: سامحني يا بني، فقد بعناه لله. ده الموقف الإيماني الجميل اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة. الناس ديت فعلا جعلت الآخرة همها، فربنا أكرمها بالدنيا وبالآخرة لأنهم اتعلموا كده من النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، بيوضح لك فيما معنى الكلام، ان حضرتك وحضرتك لو شغلتوا نفسكم بربنا سبحانه وتعالى وشغلتوا نفسكم بالاخره، والله الذي لا اله غيره، هتفوزوا بالدنيا وتفوزوا بالاخره. ولو شغلتوا نفسكم بالدنيا وبس ونسيتوا فرض ربنا ونسيتوا فضل ربنا ونسيتوا حب ربنا، هتفقدوا الدنيا وتفقدوا الاخره. هي معادلة حسابية واضحة جدا. واللي يقول لك بقى لا يمكن أن تجتمع الدنيا والآخرة، ده بيقول كلام غير منطقي، لأن في ناس جمعت بين الدنيا وبين الآخرة. وهناك كان من الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم من كانوا أصحاب أموال والثروات وكانوا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. شاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح، قال: من كانت الآخرة، شوف اللفظ يا أخي سبحان الله تحس فيه باستغراق عجيب جدا، من كانت الآخرة همه، سمع الهمهمة ديت، تحس ان الآخرة يعني مالية جوفه وصدره ورئته وحاجة ما شاء الله، يعني الآخرة دي في قلبه. من كانت الآخرة همه خد ثلاث ثمرات: جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. مش هو بيجري ورا الآخرة، الدنيا تجيله تحت رجليه. سبحان الملك، مع أنه هو ما طلبش دنيا، هو طلب آخرة. أيوة، أطلب الآخرة تجي لك الدنيا، أطلب الدنيا تضيع الدنيا والآخرة. قول لي يا عم الشيخ، ده كلامك ده بقى فيه كده شيء من يعني ايه، انت عايزنا بقى كده بقى ندروش ونقعد في المسجد ونلبس سبس مقطع ونبني خيمه خضراء وما نشتغلش؟ بالعكس، انا عايزك تكون اغنى واحد وانجح واحد وافضل واحد، بس ما تنساش فضل ربنا وما تنساش فرض ربنا. نعم المال الصالح للرجل الصالح. انا مش عايزك تركب عربيه موديل 45 وطول ما انت سايقها عمال بتقول ليه يا رب ليه، ليه الظلم ليه. بالعكس، ده انا عايزك تركب عربيه موديل 2011 مكيفه وجميله، واقفل الازاز واقعد اذكر ربنا، اقعد صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اقعد اسمع قران واحمد ربنا واشكره على النعمه الجميله دي. بالعكس، نعم المال الصالح للرجل الصالح. بس اوعى المال يلهيك عن ذكر الله، اوعى المال يلهيك عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله. بدل ما يبقى واحد فاتح محل في دمياط ومحل في بورسعيد ومحل في السويس ومحل في اسيوط ومش عارف وداير بيلف حوالين نفسه، ربنا ييسر له عمل واحد فقط يكفيه ويغنيه، جمع له شمله. وبعدين فوق ده كله: واتته الدنيا وهي راغمه. ده مين؟ ده من جعل الاخره همه. طيب، ومن كانت الدنيا همه، خد بالك بقى، جعل الله فقره في قلبي. لا، ده يقفلها له من الباب من بره. جعل الله فقره بين عينيه، ما يشوفش اي خير ابدا. اعلم اناسا ربنا موسع عليهم وبيعطيهم من جميع اصناف النعم. ممكن يكون عايش في قصر وعنده طقم عربيات وعنده شركات وعنده، وحينما تساله تقول له ازاي اخبار حضرتك، يقول لي اخباري سبحان الله، ربنا يعديه على خير، ده الحالة نايمة والسوق مش عارف واقع والحالة جيم وربنا يسترها ودينا مقضينها بالكاد. في حين انك ممكن تسأل رجل بسيط جدا لا يملك الا قوت اليوم، ولما تسأله يقول لك الحمد لله، يا
ده احنا في نعمة والله يا شيخ، والله العظيم احنا مش عارفين هنشكر ربنا على النعم دي امتى. والله سبحان الملك. انا اذكر لكم قصة عجيبة جدا جدا بس اكمل لكم الحديث. فيقول لك: ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هو فاكر، يقول لك أنا 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 فتحت محل فول وطعمية مثلا، المحل ده بيكسبني في اليوم مثلا 100 جنيه، فلما أفتح محلين يبقوا 200 جنيه، ولما أفتح 3 يبقى 300 جنيه. هو فاكر أن الرزق بيزيد بعدد المحلات، هو مش واخد باله. وده مش معناه برضو ان انت ما تتوسعش في تجارتك، ووسع زي ما انت عايز، افتح شركة واثنين وثلاثة وعشرة، بشرط لا تلهيك عن فضل الله وعلى ولا عن فرض الله. هي دي المسألة يا جماعة. زي ما قلت لكم المقياس في النهاية، لما يجي واحد بيسألني بيقول لي: شيخ محمود اقدم في الكلية دي ولا دي؟ اقول له: اللي تقربك من ربنا خليك فيها. اتجوز الاخت دي ولا الاخت دي؟ اقول له: اللي تقربك من ربنا خليك فيها، خليك معاها. واخد بالك؟ اي حاجة يا جماعة مقياسكم في حياتكم، المؤشر اللي احنا بنظبط عليه حياتنا. اشتري عربية مرسيدس ولا بي ام ولا اوبل ولا مش عارف ايه، العربية اللي تحس فيها ان انت بتلاقي قلبك اركبها. يعني اركب العربية اللي تحس ان انت فيها ما بقتش متكبر، ما بقتش مغرور، ما عندكش عجب بنفسك. راكب عربية بتقضي لك مشاويرك الحمد لله، ما بتعطلش، ما بتخليكش تفقد وقت من حياتك ولا تفقد حياتك ولا اركب العربية اللي تقضي مشاويرك واللي يكون شكلها برضو جميل وبيرضيك ويدخل البهجة على قلبك، وفي نفس الوقت لا تصاب بسببها لا بعجب ولا كبر ولا اي حاجة من حادات. خدت بالك من قصدي؟ المقياس ان ربنا هو وجهتنا، انا لا اريد الا الله سبحانه وتعالى. فبختار زوجة تاخد بايد ربنا، بركب عربيه توصلني طريق ربنا، بشتري محل ما يشغلنيش عن ربنا، بدخل كليه تقربني من ربنا. مقياس الاساسي ان انا عايز اقرب من ربنا سبحانه وتعالى. القصه اللي عايز احكيها لكم قصه امراه كانت في احدى القرى الريفيه في مصر. المراه دي فقيره فقر يعني ما ينفعش يتوصف بجد. عايشه في عشه من الصفيح، كل ما هو في البيت فقط شوال فرشاة على الأرض، وجنبيه مرتبة على الأرض، وبوتاجاز صغير كده من اللي بيتملي، وزير مية بس خلاص، هو ده اللي عندها. فكان ليه أخ حبيبي كان رايح زيارة هناك لبعض إخوانه في القرية ديت، فقالوا له: عندنا امرأة، المرأة دي بترفض انها تاخد اي حاجة من اي حد رغم انها فقيرة فقر لا يخطر على قلب بشر، فتعالى يمكن ترضى تاخد منك لعل وعسى. فالاخ ده كان معاه في الوقت ده حوالي 2000 جنيه. فلما وصل هناك فوجئ بامرأة وضعها كالآتي: عايشة في عشة من الصفيح، وزي ما قلت لكم ما عندهاش حاجة غير الحياة اللي ذكرتها ديت. عندها ولدين وبنت، ولد وبنت منهم مصابين بشلل رباعي، وعندهم ضمور في جسمهم، فجسمهم كل واحد منهم طوله لا يتعدى نصف متر رغم ان سنهم كبير معدل 20 سنة. سبحان الملك. ففرشل ده شوال ولديت شوال ومنيمهم عليه، ولا يتحرك فيهم اصبع واحد، عندهم شلل رباعي. ربنا يعافينا يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. فهي اللي بتاكلهم، وهي اللي بتشربهم، وهي اللي بتقضي لهم حاجتهم وتنظفهم هم على الشوال ده. طيب، والولد الثاني ده هو الوحيد اللي بيشتغل وبيجيب لهم اكلهم وشربهم قوت اليوم بيومه. يعني يروح يشتغل بره يجيب 10 جنيه 15 جنيه اللهم لك الحمد، يجيب لهم بقى فول جبنه عيش مش عارف ايه وياكلوا، ما فيش اي حاجه اكتر من كده. والمراه اللي هي امهم ديت الله يشفيها ويعفو عنها مصابه بسرطان في الغدد، فالغدد بتاعتها مدلدله كده، وعندها امراض تانية كتير، عندها السكر وعندها الضغط وعندها مشاكل جامده جدا. فلما دخل عليها الاخ ده: السلام عليك يا امي، ازاي حضرتك؟ قالت له: عليكم السلام يا ابني. قال لها: انا ابن حضرتك، ويعني واتمنى ان حضرتك ما تردنيش وما تكسفنيش، وده مبلغ بسيط هديه من ابنك، دول 2000 جنيه. قالت له: والله يا ابني، والله خيره مغرقني. اسمعوا الكلام يا مسلمين، الست دي ببيتها ايه؟ شوالين ومرتبه على الارض وبوتاجاز صغير ووزير، وفي حته على جنب كده زي ساب قفص صغير كده حط عليه حتتين جبنه ولقمتين عيش لفهم في كيس، عندهاش حاجه تانية خالص.
لا في ثلاجه ولا فول اوتوماتيك ولا غسالة ولا اي حاجه خالص، ما فيش حاجه عندها خالص، ولا سخان ولا اي حاجه، حتى الحمام ما عندهاش حمام، بتروح تقضي حاجتها في المسجد اللي جنبهم. فالمهم فقال لها دول 2000 جنيه، قالت له والله يا ابني انا ما بطلب حاجه من حد، وخيره مغرقني، وانا استحي يا ابني ان انا اطلب حاجه من البشر واشتكي رب البشر سبحانه وتعالى. يا ابني ده انا في خير الحمد لله، بس ربنا يقدرني ان انا اشكره على الخير اللي مدوني. انا عاوز يا ابني بالدنيا اكتر من كده، اهل لقمه موجوده والميه موجوده والحمد لله رب العالمين، وعندي بوتاجاز بعمل عليه شويه شاي لما عاوز اشرب شاي، والحمد لله العلاج بتاعي اديني باخده من المستشفى ببلاش، اللهم لك الحمد، ربنا يصلي اهل الخير يدوني العلاج ده ببلاش. انا عاوز اكتر من كده يا ابني، ده الحمد لله ده احنا بخير. رفضت تاخد اي حاجه، شايفه ان كل حاجه متوفره لها، رغم ان هي ما عندهاش اي حاجه تصلح للحياه الادميه بالمره خالص بالمره. تلاقي مليونير او ملياردير يقول لك انا مش لاقي، الحاله جيم والدنيا في الضياع، وواحده مش لاقيه تاكل وتقول ده خيره مغرقني، انا استحي ان اقبل حاجه من البشر، اكون بكده بشتكي رب البشر للبشر سبحان الملك. فالشاب ده كان متجوز بقاله حوالي 5 6 سنين وما خلفش، فحس ان المراه ديت اللي قدامه الست ديت ست كلها بركه، وحس انها ممكن ربنا يستجيب دعائها. فلما رفضت وألح عليها اكتر من مره ورفضت، قالت له والله اسال زمايلك، انا لا اقبل اي شيء من احد ابدا، عمر في حياتي ما مديت ايدي لحد ولا همدها لحد يا ابني. فقال لها طب يا امي دايلي انا بقالي 5 6 سنين متجوز وما خلفتش. فرفعت ايديها بيقول لي دعي الدعاء، الدعاء ده زلزل قلبي من كتر ما هي بتدعي باخلاص، يا رب عوض علي، يا رب ارزقه، يا رب يا رب. فبيقول لي استبشرت بدعوتها، يقول لي والله الذي لا اله غيره. روحت البيت، نزل القاهره في اليوم ده بالليل، بيقول لي لما روحت لقى زوجته بتبكي من الفرح، خير يا حبيبتي مالك؟ قالت له انا بقالي يعني 2 3 أسابيع عندي قيء وتعب و وما رضيتش اقول لك، رحت حللت النهارده لقيت نفسي حامل. الشاب ده عنده النهارده 3 بنات، فضل ربنا سبحانه وتعالى، فضله سبحان الملك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ما يشوفش لله عليه فضل ابدا سبحان الملك، ما يشوفش ربنا عليه فضل ابدا، ومهما خد يبقى عامل زي اللي بيشرب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. سبحانك يا ربي، الناس اللي سرقت المليارات واللي عملوا واللي عملوا كان هيعملوا ايه بالفلوس ديت؟ انا قاعد بعض افكر ساعات كده بقول ايه؟ بقول لو الواحد يعني معاه 3 4 مليون مش مليارات هيعمل بيهم ايه؟ هيروح بيهم فين؟ طب اصل المشكله في ايه؟ المشكله انت عارف حضرتك انت سافرت قبل كده؟ اكيد كل واحد فيكم سافر قبل كده يعني. وانت جاي من السفر جاي تعبان، نفسك تخلص من دوشه المطار عشان تروح بيتك تستريح بقى وتنام شويه وتشوف ولادك وزوجتك وقرايبك وامك وابوك، صح كده؟ فوانت داخل المطار لو حملك خفيف بتعدي. مره وانا مسافر فوانا راجع كان قابلت واحد حبيب اخ عزيز عليا، يا فلان اخبارك ايه عامل ايه؟ فركبنا الطياره، فالمهم فلقيته واحنا في الطياره واخد شنطه صغيره كده هاند باج حطها في بتاع اللي بيتحط فيها الشنط فوق الكراسي ديت وكده وخلاص. وبعد ما خلصنا نزلنا فقال لي انا استاذنك بقى يا شيخ محمود السلام عليكم. قلت له انت مالكش شنط في الطياره؟ قال لا، هي بس الشنطه الصغيره ديت باخدها في ايدي، اخد فيها طقم لبس ولا حاجه ولا طقمين احطها في بتاع الطياره ديت كده بايدي وانزل اخدها اروح بيتنا، لا استنى بقى طابور بقى السير والشنط والدوشه والمشاكل دي كلها، ولا بقى في جمارك ولا في الكلام ده كله، انا في ثواني عدتي حملك خفيف. قلت له صح، هو ده اكبر مثال بيوضح لنا الاخره شكلها ايه. اللي حمله خفيف بيعدي واللي حمله تقيل بيقف. خد بالك كل لما بتحمل كل لما بتزود مده حسابك يوم القيامه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام متصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم لما بيقول ان يدخل المؤمنون
فقراء المؤمنين يعني. والحديث رواه الترمذي، انا معلش دي امانه بقى لازم نذكر لكم كل حديث فين. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال: فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم ب500 عام، وفي روايه بنصف يوم، وهي نصف يوم هي 500 عام، لان ربنا قال: وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. طيب لما تيجي يوم القيامه تلاقي الفقير بيخش قبل الغني ب500 سنه. طيب ليه ب500 سنة؟ هو الغني ده وحش؟ لا مش وحش، بس الغني هيقف يتحاسب عن كل حاجة، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من ضمنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حديث أيضا رواه الترمذي بإسناد الحسن. طيب هتتسأل عن فلوسك كلها، جبتها منين؟ مش كفاية. وصرفتها فين؟ برضو مش كفاية. وهل كنت مصرف ولا مش مصرف؟ ما أنا ممكن أكون جبت 1,000,000 جنيه من الحلال وصرفته أيضا في الحلال لكن بإسراف، خد بالك، صرفت ببزخ وحاجات كده ما كانش ليها لازمة يعني. صرفته في الحلال، رحت جبت حذاء مثلا، جبت حذاء ب2,000 جنيه، أنا جايبه من الحلال، فلوس حلال وصرفه في الحلال. أيوه بس ده كتير قوي يعني، حذاء ب2,000 جنيه ده الواحد يخاف يخش بيه أي مكان، ده الواحد يركنه على السرير معاه وهو نايم، خد بالك، صف تاني صف تالت مش فارقه، بس المهم يعني يخاف يسيبه بره الاوضه ليتسرق، خد بالك. طب ليه ما يعني ماله الحذاء ابو، مش هقول لك بقى ابو 40 جنيه تلبسه لابسه تقطع، ماله الحذاء ابو 150 و200 ب300 جنيه يا سيدي، خد بالك، مرتب موظف، انما حذاء ب2000 جنيه ما ده اسراف برضه، وناس مش لاقيه تاكل. لا ده اللي اعجب من ده كله، إن ليها قريبة بتقول لي إن ليها صديقتها اشترت شنطة، شنطة تخيل حضرتك ب25,000 جنيه، الله الذي لا إله غيره، 25,000 جنيه، ليه يا أمي؟ ده 25,000 جنيه ده تروح تجيب بيها عربية، يعني بدل ما هي شايلة شنطة لا دي تركب عربية، يعني بدل ما هي اللي تركب الشنطة هي اللي تركب العربية ب25,000 جنيه. قالت لا أصل حضرتك مش عارف، دي ماركة شنطة، حاجة بقى كده ماركة عالمية. قلت لها والله لو حتى لو كانت على 200 مش 100، تمام؟ يعني أجيب شنطة ب 25,000 جنيه وفقراء المسلمين مش لاقين ياكلوا؟ طب ده كلام يعقل يا جماعة؟ كل ده ليه؟ التباهي، التباهي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. هي دي المشكلة. ان انا عشان اقعد مع اصحابي اقول له شايف الساعه دي، دي ماركه مش عارف كذا، ده مش عارف بكذا وبكام، فاهم ازاي؟ سبحان الله، رحت مره اشتري ساعه لقيت راجل في المحل بيقول الساعه دي حضرتك ممتازه جميله جدا، بكام حضرتك؟ قال ب45,000 جنيه. 45,000 جنيه ليه؟ يعني اجيب ساعه ب45,000 جنيه اعمل بها ايه؟ ما الساعه مثلا تكون ب 300-400 جنيه يا سيدي ب1,000 جنيه، انما 45,000 جنيه مين اللي بقى؟ ايوه ده كتير بيشتروها، سبحان الملك. هي دي المساله، المساله حته الايه، التفاخر، التفاخر ما بين الناس، ان ده يتفاخر على ده وده يتفاخر على ده، والدنيا مش مستاهله، مش مستاهله ان الناس تتفاخر على بعض، لان في النهايه زي ما قلت لك لو حملك خفيفه هتعدي يوم القيامه. الفقراء ما هجيب منين؟ ما فيش يا ربي، هتحاسبنا على ايه؟ تعالى جبت ايه ومنين؟ والله يا رب هو مرتب الحكومه 300-400 جنيه، وكنت بستلف عليهم عشان ادفع الايجار والاكل، الحمد لله كنا مقضينا بقى عيش وفول، وانت عارف يعني الفول عندنا في مصر كان فرض عين يعني، فيعني الدنيا كنا مقضينا كده. طب ده هيتحاسب على ايه؟ عدي، فاهم ازاي؟ انما الثاني المليارات اللي جبتها منين وصرفتها فين؟ واخد بالك؟ وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه: ايكم مال وارثه احب اليه من ماله؟ قالوا: ليس منا احد يا رسول الله، مال وارثه احب اليه من ماله. قال: فمالك، مالك انت ما قدمت، ومال الورثه ما اخرت. تمتلك قد ايه حضرتك؟ والله 200,000 جنيه، طلعت منهم صدقات وزكوات والى غير ذلك ب25,000 جنيه، فضل كام؟ 175,000. فلوسك انت بقى مش ال 175,000، فلوسك ال 25,000 اللي قدمتهم ليك في الاخره، وال 175 اللي سبتهم للورثه دول مال غيرك مش بتوعك انت، خلاص بقى، سبحان الملك. فمالك ما قدمت، ومال الورثه ما اخرت. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر. ثم يعلق على الآيات يقول: يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وهو أنت فلوسك دي عبارة عن إيه؟ لقمة هتاكلها وبعد ساعات هتروح في خلاص انتهت، وهدمة هتشتريها وبعد شهرين ثلاثة هتقدم أو تتقطع أو تضيق عليك، وصدقة تمضي بها إلى الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر. يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. فإحنا بنقول عنوان الدرس: وقل اعملوا. وقل اعملوا إيه مقصود بهم؟ المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم شوق الصحابة والأمة من بعدهم وحض الأمة كلها على حب الجنة وعلى الشوق إلى الجنة وعلى العمل لدخول الجنة، ووضح أن الجنة لن يدخلها الإنسان إلا أولا برحمة الله ثم بعمله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فواحد دلوقتي ممكن من إخواننا المشاهدين الأفاضل يقول لي: بس الآية الحديث ده بيتعارض مع آية، والآية طبعا يعني واضحة كلامها واضح جدا، يعني أن المولى عز وجل يقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أهو يعني الآية بتثبت أن احنا نخش الجنة بأعمالنا يا شيخ محمود. فازاي تقول حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة أن احنا مش نخش الجنة إلا برحمة الله؟ أقول لك ليها تفسيرين بس مش هقولهم لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. التفسير الأولاني أن بعض أهل العلم قالوا أن المؤمن يدخل الجنة ابتداء برحمة الله ويرتقي في درجات الجنة بأعماله على حسب أعماله. ده تفسير. والتفسير الثاني أن الباء اللي موجودة في الآية اللي هي بما كنتم، دي باء السببية وليست باء العوض. الفرق بين باء السببية وبين باء العود؟ لا، ده فرق كبير جدا. لو كانت باء العود حبايبي يبقى معناها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كأنه ربنا بيقول لنا انتوا هتخشوا الجنة عوضا عن الأعمال اللي عملتوها، يعني أعمالكم تساوي دخول الجنة. وده مستحيل، لأن لو وزنت كل أعمالنا، لو كنا بنعبد ربنا 500 عام أو 1000 عام، لو وزنت الأعمال ديت مع نعمة البصر فقط لرجحت كفة البصر. واضح كده؟ يبقى إذن أعمالنا ما توازيش دخول الجنة، ولا توازي والله إن إحنا نشم ريحة الجنة، لأن ربنا بيتعامل معنا بالفضل وليس بالعدل. ولو تعامل معنا بالعدل لأهلكنا جميعا، ولكن ربنا يتعامل معنا بالفضل، فهو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. يبقى إذن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، دي باء السببية. طيب بسبب ما كنتم تعملون، إيه المقصود بما كنتم تعملون؟ الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة ديت دي بفضل أنا وإنت ولا بفضل ربنا؟ أيوه بالظبط كده، زي ما حضرتك تفضلت، بفضل ربنا. عارف ليه؟ لأن ربنا هو اللي هداني، مش هو اللي هداني؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. ربنا هو اللي بيهدي سبحانه وتعالى. فربنا اللي هداني، وربنا اللي زين الإيمان في قلوبنا. خد بالك، ربنا هو اللي زين الإيمان إيه في قلوبنا، هو اللي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ده محض فضل الله سبحانه وتعالى. وربنا هو اللي وفقني إن أنا أصلي وأعبد ربنا وأذكره وأقرأ قرآن وأزكي وأصوم، ده توفيق ربنا. ثم تقبل مني العمل فأدخلني الجنة بسبب هذا العمل. ففي الأول وفي البداية وفي النهاية الفضل من لله سبحانه وتعالى، هو اللي هداك وهو اللي زين الإيمان في قلبك وهو اللي وفقك للأعمال ديت وهو اللي تقبل منك الأعمال، لكن في النهاية اسمها إيه؟ إن أنت اللي عملت. يعني لولا فضل ربنا أنا ما كنت أجلس في هذا المكان، ولولا فضل ربنا ما جلستم أنتم لتستمعوا إلي، ولولا فضل ربنا ما يسر الله لنا هذه الوسيلة حتى نوصل كلمة ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هو فضل ربنا. حتى في التوبة، حتى في التوبة ربنا سبحانه وتعالى جعل للتوبة ثلاث أطراف. إيه هما؟ تعرفهم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. جعل التوبة لها ثلاث أطراف: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، آه
ربنا ألقى التوبة في قلبك، أدي أول طرف، فأنت تبت إلى الله، أدي تاني طرف، فربنا تقبل توبتك، أدي ثالث طرف. سبحان الله، شوف كل ده في إيه؟ في آية واحدة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فعايزين نعي إن كل ده بفضل ربنا. عايز أقول لحضرتك، قلبك ده بينبض في السنة 42 مليون نبضة. والله يا حبيبي إحنا ما نملك منها نبضة واحدة، ولا نقدر نمشيها ولا نقدر نوقفها، سبحان الله. وكل نبضة بتضخ دم، فكل قطر الدم جت في عينيك علشان تبصر بيها وتستعمل عينيك ديت في طاعة ربنا، فلك الأجر الجزيل. وكل ضخ الدم توصل لعينيك تبص بها المعصية، فعليك هذا الوزر. شفت دي بقى، أنت لا تملك أي شيء من أمرك، أنت كل يوم بتموت، كل يوم كلنا بنموت. شفت دي؟ آه، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو ده كان الخلاف بين الناس كتيرة جدا، مش فاهمين يعني ايه كلمة سيدنا عيسى، فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي وانت على كل شيء شهيد. قال لك اهو، ما القرآن بيثبت ان سيدنا عيسى مات. لا طبعا، لان الوفاة نوعين، الوفاة نوعين، وفاة صغرى ووفاة كبرى. الوفاة الصغرى اللي هي النوم، وهي المقصودة هنا في هذه الآية بتاعت سيدنا عيسى، والآية التانية كمان، وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل، ينيمكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار. سيدنا عيسى عليه السلام بيقول فلما توفيتني، أي لما أنمتني، عشان يخرج من الروزانة اللي كانت في بيته، وعشان يرفع إلى السماء، ويفضل موجود في السماء حيا يرزق لحد يومنا هذا، ثم ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. الدليل يا شيخ محمود على راسي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حاكما مقسطا. مش هينزل كنبي، تخيل بقى، هو نبي من أولي العزم الخمسة، نبي رسول من أولي العزم الخمسة، ورغم ذلك سينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام الأمة المحمدية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وينزل يصلي مأموم خلف المهدي رحمه رضي الله عنه وأرضاه. شوف قد إيه، ينزل يصلي خلف المهدي كما ثبت ذلك، والكلام ده كله تلاقيه في كتاب رحلة إلى الدار الأخرة، مفصل كل تفاصيل بقى ظهور المهدي ونزول المسيح الدجال، أو ظهور المسيح الدجال، ثم نزول سيدنا عيسى بن مريم لقتل المسيح الدجال. فلما ينزل يلاقي المهدي بيصلي صلاة الفجر وخلفه المسلمون، فإذا رآه المهدي تأخر له، فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة، وينزل يصلي خلف المهدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إكراما ويعني وثناء على هذه الأمة، قال منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه، كنوع من مناقب هذه الأمة العظيمة، سبحان الملك. فشوف تخيل حضرتك لما 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 تقعد تتكلم بقى في 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 هذه المسائل، ان 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 ربنا سبحانه وتعالى شوف بيسر لنا الخيرات قد ايه، ان انت تعبد ربنا وانت لا تملك اي شيء من امر نفسك، أنت لا تملك أي شيء، ربنا هو اللي وفقك. فأنت لما دخلت الجنة، دخلت الجنة بفضل الله ورحمته، وليس بسبب عملك أنت. أنت لا تملك من نفسك أي شيء. لو عدت تقول أنا اللي عملته وأنا اللي سويته وأنا وأنا وأنا، كل ده بفضل مين؟ فضل ربك، هو اللي وفقك، هو اللي هداك، هو اللي زين الإيمان في قلبك، هو اللي يصلك أنك تيجي تصلي، هو اللي تقبل منك عبادتك، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. طيب نكمل موضوعنا. فالنبي كان بيشوق الصحابة للجنة، بل وكان يربط بين كل عمل وبين الجنة. ليه؟ قال لك لأن النبي دارس نفسيات المسلمين، وده اللي بيسموه فقه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا أن أي إنسان في الدنيا يا جماعة أجري، إحنا كده كلنا أجريين، لا نعمل شيئا بلا أجر. هات واحد حضرتك حتى في أمور الدنيا، ليس في أمر الآخرة، في أمور الدنيا، قل له تعالى زبط لي البيت كده ودهنه لي، ودهن لي البيت ثلاث دوار وزبط لي كل حاجة وجزاك الله خير، مش هديك ولا مليم. هيقول لك جزاك الله خير لحضرتك، والله ما قصرت يعني، ويفك منك وعمر ما هيجي لك تاني، لأنه مش لاقي أجر. إنما تعالى بقى قل له إياه، قل له تعالى بقى اشتغل عندي، خد بالك، وأجرتك كام؟ يقول لك أنا هدهن البيت ده كله ب15,000 جنيه. قل له ليك مش 15,000، ليك 20,000، وفوق ده كله بقى في مفاجأة أحلى من 20,000.
هتلاقيه بيشتغل بايده واسنانه زي ما بيقولوا يعني. خد بالك ليه؟ عشان قلت له في مفاجاه. هي هو ده نفس الاسلوب الذي استعمله الحق جل وعلا مع عباده سبحانه وتعالى، وله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا بعدما وصف الجنه ونعيم الجنه وانهار الجنه واشجار الجنه في ايات كثيره وفي سور كثيره، قال في سوره من السور: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. الله، انتوا ما تعرفوش اللي ربنا مخبه لكم في الجنه دي. طب يا رب ما تقول لنا، مش عقولكم ما تجيبش، لان في امور ما ينفعش ربنا يذكرها لنا يا جماعه. الجزاء ربنا قسمه لثلاث انواع. اعلى نوع منه شيء لا يخطر على قلبك ولا على عقلك. اديك مثال، المولى عز وجل لما تكلم عن الصيام شهر رمضان قال كما عند مسلم في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. هتجزينا بايه يا ربي؟ مش هقول لكم. ليه؟ لانك مش هتعرفوا، عقلكم مش هيجيب. طب ليه؟ اشمعنى؟ قال لان الصيام ده اخلص عباده واكثر عباده لا يدخلها رياء ابدا. او ممكن صيام النافله يدخله الرياء، ممكن الصلاه يدخلها رياء، ممكن الحج، ممكن الزكاه، الا الصوم لا يمكن يدخله رياء. ولذلك قال امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل، قال: لا رياء في الصوم. ممكن واحد يطلع في نهار رمضان كده يقول: يا جماعه على فكره انا صايم. طب ما الناس كلها صايم، فما فيهاش رياء، واخد بالك؟ وما تلاقيش واحد بيخفي صيامه في رمضان، لان الكل صايم، فما حدش ايه يخطر على باله ان يرائي بصيامه. فاختار الله عز وجل اخلص عباده وقال: الا الصوم فانه لي. طب ما هي الصلاه لي والزكاه لي والحج لي، ايوه، بس هو اختار العباده دي، قال: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي رواه النسائي باسناد حسن، ان اسامه بن زيد لما ساله قال له: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم شهرا بعد رمضان أكثر من صيامك في شهر شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. خب بالك من اللفظ، فأحب أن يرفع عملي إلى الله. ما قالش وأنا مصلي، قال وأنا صائم. طب ليه؟ ده الصلاة أهم من الصيام. ده هو الرسول عليه الصلاة قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. حتى لو كان عنده صيام وحج وزكاة، خلاص فقد خاب وخسر. أمال ليه قال أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم؟ قال لك لسببين: لأن أجر الصيام لا يخطر على قلب بشر، فمهما كانت سيئاتك يطغى أو تطغى حسنات صيامك على سيئاتك فتفوز بفضل الله. الحاجة الثانية أن الصيام يشفع، كما ثبت عند الطبراني في الكبير والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، إلى آخر الحديث. واضح كده يا جماعه؟ اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط بين كل طاعه وبين الجنه. ليه؟ لان احنا اجريين، حب الاجر. ولذا ثبت في الصحيح ان امراه رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، الي هذا حج؟ عارف واحده ماسكه ابنها طفل صغير سنه سنتين بتقول: يا رسول الله، ينفع اخده احج بيه؟ قال: اجل، ولك الاجر. هي ما سالتش عن الاجر، هي ما سالتش عن الاجر، هي سألت: ألي هذا حج؟ كان ممكن يقول لها: أجل، له حج. لكن قال لها: أجل ولك الأجر. ليه؟ عشان يشجعها أنها تاخد ابنها على طول إلى أماكن الخير، بدل ما أخد ابني بقى للمصايف وللسينمات والمسارح والأماكن الديسكو وصلاة الديسكو وصلاة القمار وقول عشان الولد بس يطلع إيه مدردح كده ويطلع يعني شاب كده لارج أو ثلاثة إكس لارج. طب ما أنا كده هضيع ابني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمولى عز وجل قبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واضح؟ فالنبي ربط بين كل طاعة وبين الجنة. تيجي على التوحيد، كلمة التوحيد، يقول لك: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. تيجي عند الأذان: من أذن ثنتي عشرة ركعة، خد بالك، وجبت له الجنة. تيجي عند الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تيجي عند الصلاة: من صلى البردين اللي هو العصر والفجر،
من صلى البردين دخل الجنة، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. تيجي عند الصدقات، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية. تيجي عند الصيام، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. تيجي عند الحج، والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. تيجي عند طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تيجي عند الجهاد، إن في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. تيجي عند بر الوالدين، الوالد أوسط أو الجنة، يعني مش هنخلص. مفيش عبادة مطلقا، مفيش عبادة مطلقا إلا ربط النبي بينها وبين الجنة. ليه؟ علشان يقول لك وقل اعملوا، اشتغلوا، اشتغل اهو كل العبادات ايه اجرهم. مش انت بتحب الاجر؟ مش انت راجل اجري تحب الاجر وتحب الثواب؟ يلا اشتغل، يلا هوايتك جمع الحسنات، هوايتك تخش الجنة، هوايتك ربنا يرضى عنك، اشتغل اهو. اديني بحط لك كل عبادة قدامها الجنة، كل عبادة قدامها الجنة، ايه رأيك؟ عشان ايه؟ عشان تشتغل. ولذلك كانت همة هؤلاء الناس الصحب الكرام ومن تبعهم كانت همتهم في يعني في قمة السماء، كانت همتهم عالية جدا في العبادة. سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قاعد وسط الصحابة، والحديث رواه مسلم، يعني ايه ما بيقولش بقى مين اللي بنى الدور الثاني ومين اللي جاب حصان جديد ومين اللي جاب مش عارف ايه، لا ما بيسألش عن أمور الدنيا. قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا، وده واضح أنه صام نافلة. قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. كله أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وده يوضح لنا إشكالية حلوة أوي. دايما لما تيجي تكلم مع حد فيجي يتكلم معاك بتناقشه في موضوع، يقول لك بص يا شيخ محمود انا، واعوذ بالله من كلمه انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا، انا لما كنت، واعوذ بالله من كلمه انا. الموضوع مش كده يا جماعه، مش مجرد ان اقول انا يبقى لازم اعوذ بالله من كلمه انا. طب انت بتقول ليه اعوذ بالله من كلمه؟ قال لك عشان ابليس قال انا خير منه، فانا كلمه انا ديت كلمه مذمومه. مين قال الكلام ده؟ الكلام دوت غير صحيح. كلمة أنا تذم في موضعين فقط. عايزين بس إيه نفهم المسائل كلها صح يا جماعة، ونحط كل حاجة في موضعها. تذم في موضعين، الموضع الأول هو الكبر، لما أكون بقول أنا، أنت تعرفش مين أنا؟ ده أنا كذا وكذا، تذم كلمة أنا. وإذا كان إنسان بيطرق على باب إنسان فبيخبط، فاللي جوه بيقول له من؟ مين اللي برا؟ فبيقول له أنا، كأنه عايز يقول له أنا الذي أعرف، أنت مش عارف أنا مين؟ ده أنا، فتذم هنا. ولذلك لما طرق أحد الصحابة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تقريبا هو جابر بن عبد الله، طرق على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام قال من؟ قال أنا. ففتح النبي الباب وقال أنا كأنه كرهها. ليه؟ لأنه كأنه عايز يقول له أنا الذي أعرف، يعني ما أنتش عارف أنا مين؟ ده أنا فلان الفلاني. فكره النبي ذلك. يبقى تكره كلمة أنا في موضعين فقط، موضع الكبر وموضع حينما تطرق على الباب. لو واحد قال لك من؟ مين اللي برا؟ قل له مثلا محمود. محمود مين؟ محمود كذا. فهم زي؟ يا إما تقول له إذا كان هو عارف بقى حضرتك مين، يا إما تقول له أنا محمود أو أنا محمد. فهنا كلمة أنا لا تذم ما دمت قرنتها باسمك. واضح يا جماعة؟ دي نقطة. والدليل على ذلك أن كلمة أنا لا تذم على إطلاقها، أن النبي في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقرنها بكلمة، يبقى قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول مشفع، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي عليه السلام قال من أصبح منكم يوم صائم؟ قال أبو بكر إيه؟ أنا. ما قالش أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. واضح يا جماعة؟ عشان بس نحط الحاجة في موضعها، عشان ما يجيش كل واحد يكلمك تيجي تقول لك كذا، يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا ما تقولهاش. هي لا تذم إلا في موضعين، موضع الكبر وموضع حينما تطرق الباب على أحد. سيدنا عمر بن الخطاب
يجي له واحنا ما زلنا بنتكلم عن همتهم في العباده. وهذكر امثله بسيطه جدا. يعني سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام واقف بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فهو بيصلي جاء رجل رسول من بلاد خراسان عايز يوصل رساله لامير المؤمنين عمر بن الخطاب. سال عنه في البيت فعرف ان هو في المسجد. فراح في المسجد، المسجد ضلمة ما فيش بقى لا فلورسنت ولا الكلام ده كله، يعني نور خافت جدا جدا. فلقى عمر الخطاب بيصلي، فلما انتهى عمر الخطاب من صلاته قال من أنت؟ قال أنا رسول من بلاد خراسان جئتك برسالة يا أمير المؤمنين. ثم سأل عمر الخطاب قال له يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ يعني أنت في وقت زي ده ما بتنامش تستريح؟ قال يا هذا لو نمت الليل كله لضاعت نفسي، ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي. شو بدي؟ فكان مقسم ليله لثلاث أقسام، جزء ينامه وجزء يصلي قيام ليل وجزء يعني يلف ويدور في شوارع المدينة حتى يطمئن على أحوال الرعية رضي الله عنه. رضي عمر الخطاب اللي كان في عينيه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان ثبت في أثر صحيح كالشمس، أثر صحيح كالشمس، إنه كان كل ليلة كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر. حاجة ولا الخيال يا جماعة. وهو اللي قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يبقى مش هم كله يا جماعة إن أنا أمسك المصحف وأجيب آخر الصورة أو أجيب آخر المصحف بأي طريقة، لا، ده أنت ممكن تتعايش مع آية واحدة. وقد كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من العشاء إلى الفجر بآية واحدة بعد الفاتحة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش هم كله نجيب آخر المصحف. في شهر رمضان كتير مننا بيبقى حريص جدا أنه يختم القرآن أكتر من مرة، وده شيء جميل وفي غاية الروعة. لكن اللي أهم من ده كله أن أنت تستحضر معنى كل آية وتخلي الآيات تحرك قلبك، لأن المقصود هو قلبك. الله لا يريد منك إلا القلب فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يا سلام، هي القلب بس موضع نظر الرب. وإلا لو كان ربنا بينظر لصورنا كنا ضعنا، كان بقى الولد اللي أبو شعر أصفر وعينين خضرة كان هو اللي دخل الجنة وإحنا على وادي صقر، يعني فاهم إزاي؟ إنما الحمد لله إن ربنا ما بينظرش لأشكالنا ولا فاهم إزاي، بينظر لقلوبنا فاهم إزاي. فالإنسان لابد أن يصلح قلبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قيل لأحد الحكماء قال له سيده اذبح شاة واتني بأفضل مضغتين فيها. فراح ذبح شاة وراح مطلع له واخد بالك القلب واللسان، قال له اذبح شاة تانية وطلع لي أخبث حاجتين فيها. فراح ذبح شاة تانية وطلع أخبث حاجتين فيها القلب واللسان. قال له سبحان الله، هنا القلب واللسان أفضل حاجتين وهنا القلب واللسان أخبث حاجتين. قال أجل، لأن القلب واللسان إذا طاب الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. طبعا القلب ده لما يحب ربنا ويخلص لربنا تظهر على اللسان ينابيع الحكمة، كما قال مكحول إذا أخلص العبد لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. شوف الحسن البصري لما تقرأ في سيرة الحسن البصري، وأدلك بقى على الحمد لله على كتاب قصص التابعين، يعني من أروع ما كتبته في حياتي، اقرأ في سيرة الإمام الحسن البصري وغيره من الأئمة. لما تقرأ عن سيرة الإمام الحسن البصري يقول لك علماء أهل زمانه يقولوا كلمة عجيبة جدا، يقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. كان يقول كلمات يعني أغرب من الخيال. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. عارف حضرتك النتيجة اللي تطلع على الحيطة دي؟ كل ما تقطف ورقة حس بوجع. أنا بقطف يوم من عمري، يوم بقطفه من عمري.
فكل يوم بيقربني من ربنا أكتر وأكتر. كان الحسن البصري من شدة ورعه وزهده وكلامه كان يبكي القلوب، درجة بعضهم كان يقول كلام الحسن يدمي القلوب وكلام غيره لا يبكي العيون. فده كلامه هو يدمي القلوب وكلام غيره لا يدمع العيون. فسأل واحد من علماء عصر الإمام الحسن البصري عفوا، سألوه قالوا له كيف يعني لماذا بلغ الحسن هذه المنزلة العالية، بما فضل عليكم الحسن البصري، إيه اللي خلاه يوصل المنزلة الكبيرة دي؟ قال احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. يا سلام على الكلام الغالي، احتجنا لدينه ولعلمه وخد بالك وهو استغنى عن دنيانا. هي دي المسألة، هي دي المسألة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه كان يصلي الليل كله بالقرآن كله في ركعة الوتر، ولما يسألوه عن كده يقول لهم والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عارف حضرتك لما تكون مسافر، ولله المثل الأعلى، لما تكون ليك ابن عفوا ليك ابن مسافر بقاله 17 سنة وما شفتوش ووحشك قوي قوي وجالك منه رسالة بعد 17 سنة، حبيب قلبي لسه فاكر باباك أو أبوك، وتمسك الرسالة وتقبلها وتحطها على قلبك وتشيلها تحت المخدة وكل شوية تفتح لمبة الأباجورة وتقرأ الرسالة، ولله المثل الأعلى. ما القرآن ده يعني بدون تشبيه كأنه رسائل جاية لك من ربنا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا. قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يبقى عثمان بن عفان يقرأ في ركعة الوتر بالقرآن كله. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن شاء الله نختم به هذه القصة وبكرة نكمل موضوع وكل أعماله، لأن الموضوع فعلا محتاج كلام، محتاج فعلا أن احنا نحول العلم اللي بنتعلمه إلى عمل، لأن النبي ذم من علم ولم يعمل. قال جل وعلا وإنه يعني سيدنا يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة في تفسيرها أي وإنه لذو عمل بما علمناه. يا سلام على التفسير الجميل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا اسمع الحديث المرعب ده الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يترمي في النار بسرعة، فالفاء التعقيب والسرعة، فيلقى في النار فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحام، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش أنت اللي كنت عالم ما شاء الله وعمال تملى الدنيا كلها علم ومواعظ ودروس وتذكرنا بالله، كنت بتذكرنا بالله وتنهانا عن الفواحش، إيه اللي دخلك النار معانا؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. هي دي المصيبة، مصيبة أن أنت تعلم ولا تعمل، اللي هو يعني واحد لا ينتفع بما يعلم كيف ينفع غيره، سبحان الله. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه مسلم، في يوم من الأيام هو كان عنده همة في العبادة عجيبة جدا، فبيقول من كتر ما هو مشغول بربنا مش عايز يتجوز، بيقول زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج. فلما خلاص بقى اتجوز وكانت ليلة الدخلة وكده، في الصباحية عبد الله عمرو بن العاص رايح عشان يطمئن على ابنه عبد الله بن عمرو، فسأل زوجة ابنه اللي هي زوجة عبد الله، قال كيف حال عبد الله، عامل ايه؟ قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كرف. نعم العبد لمين؟ لربي. بيصلي حلو قوي زي الفل وبيذكر ربنا بيقرا قران، لكن هو ما عرفش اذا كان اتجوز ولا لا، هو ما جاش جنبي اصلا. فطبعا عمرو بن العاص يعني اغلظ على ابنه في الكلام واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا عليه ايه اللي بيعمله ده، جوزه واحده ويروح يسيبها بالمنظر ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام وضح له، قال كيف تصلي يا عبد الله؟ قال اصلي الليل كله. قال إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيوفك عليك حقا، وإن لله عليك حقا من قبل يعني. كيف تصوم؟ قال أصوم الظهر كله. قال من صام الظهر كله فلا صام، صم الاثنين والخميس.
قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام 13 14 15. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. وهذا صيام داود هو أحب الصيام إلى الله. قال فكنت أصوم يوما وأفطر يوما. تمام. قال في كم تقرأ القرآن؟ قال أقرأ القرآن كله كل ليلة. قال لا، ما فقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فكان يقرأ القرآن كله في ثلاث أيام. فلما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لما كبر ما حبش أنه يحيد عن الحاجة اللي اتفق عليها مع النبي، فبدأ برضه يعمل نفس الحكاية، يصوم يوم ويفطر يوم، وكبر في السن مش قادر، بس كان برضه بيعمل كده لأنه شق على نفسه. لكن أنا بوضح لك بس قد إيه همته كانت في العبادة، كانت في الذروة، حاجة عجيبة جدا، لدرجة أن هو في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسط أصحابه وقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ثلاث أيام ويدخل نفس الرجل. عبد الله بن عمرو قال مين ده اللي من أهل الجنة؟ تعال نشوف بيعمل إيه. فراح بات عنده ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام لقى ما بيعملش حاجة غير أنه بيصلي الفرائض، غير أنه كان إذا تعرى من الليل، إذا قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. فقال قلت له يعني ما رأيتك تفعل شيئا يعني أكثر من الفرائض، وقد قال عنك النبي أنك من أهل الجنة، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال له عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. ونختم بالقصة الصغيرة دي. كان واحد من التابعين اسمه الحسن ابن صالح. الحسن ابن صالح سبحان الله كان يعني كان بيقسم قيام الليل بينه وبين أخوه علي وبين أمه. أمه تصلي الثلث الأولاني، علي يصلي الثلث الثاني، الحسن يصلي الثلث الثالث. أمه ماتت، قسم الليل كله بينه وبين علي. علي مات، قام هو الليل كله حتى لا يفرغ البيت من عبادة لله سبحانه وتعالى. هنكمل بكرة حبايبي إن شاء الله المواقف الإيمانية الجميلة دي تحت عنوان وكل اعملوا. حلقة ده الجزء الأولاني، والجزء الثاني يبقى بكرة إن شاء الله. يعني الوقت معاكم بيجري بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن